طور وارتحم. مساء الخير. مساء النور. ممكن ادخل؟ اركب الحنطور. مفيش حد في البيت غير انا وسندس. انا مش هقعد كتير، دقيقه واحده هقول لك على حاجه وامشي على طول. طب اتفضل اتفضل. واركب الحنطور واتحمل. ازيك يا حاجه؟ مساء النور يا اخويا. انت مين؟ ده علاء يا سندس. علاء تشرب ايه؟ لا ولا حاجه. انا عاوز اقول لك اني مكثف البحث اول يومين دول عشان نوصل للناس اللي حرقوا لك المحل. ميرسي، متشكره قوي. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه. هو بصراحه انا اللي عاوز اقول لك ايه. انا فكرت كتير ولقيت ان كل الحاجات اللي انت بتعمليها مش لايقه عليكي، يعني المكان هنا والحاره، حتى محل اللانجيري اللي انت فاتحاه، حاسس كده ان كل الحاجات دي مش بتاعتك. بس انا كويسه، ما اشتكتش من حاجه يعني، والمكان هنا كويس ماشي الحال، والناس طيبين وبيحبوني. لازم كمان تلاقي واحد يحبك وتحبي وتعيش معاه بطريقه طبيعيه. انت صغيره وجميله، التجربه اللي انت مريتي بيها اكيد يعني مش احسن حاجه هتحصل لك. انت عايز تقول ايه يا علاء؟ انا بحبك وجاي النهارده عشان اطلب ايدك بشكل رسمي. تقبلي تكوني مراتي؟ صباح الخير يا ابله هاجر، وحشاني. خير. ايه اللي خير يا ابله؟ ايه الوش الخشب اللي على الصبح دوت؟ انا عايز اكشف كشف مستعجل عند حضرتك. كشف؟ كشف ايه بقى ان شاء الله؟ كشف على قلبي يا ابله. قلبي بيوجعني يا ابله. بعد الساعه 12 يروح قايم لوحده كده بالليل ويغني، الا قوم بالصبح الا قوم بالليل، الا قوم بالصبح الا قوم بالليل. من الاخر يا ابله كده عايزك تقيسهولي ب 800. تشوفي لي درجه حراره الحب بتاعتك وصلت لغايه فين. تعبان يا ابله تعبان. لا يا سوكا ما ينفعش. وبعدين احنا متفقين ان مفيش ولا مقابلات ولا تليفونات لحد ما تقابل فواز اخويا. وماله يا ابله؟ نتقابل ونتفق على كل حاجه يا ابله. انا عامل لك مفاجاه تخص مستقبلنا، بس ابله مش هينفع كلام في التليفون. نتقابل بره ربنا يخليكي. ماشي يا سوكا، بس هي مره واحده بس. عينيا الاثنين وان فورس اجيب. ثانيه واحده اتحزم واجي لك اروح البس. خلاص هستناك بكره في المستشفى. هقابله بكره التتة، وبعد بكره التتة، هقابله بكره التتة، وبعد يا لهوي يا امي. احمد خلاص بطلت سهوكه وحسوكه يا اخويا وقله ادب وتجرمه في التليفونات. احمد بقى كده اهوت واسمعني، عايزين نشوف مستقبلنا. ايوه ولا الوقت احنا في ثلاث افراح عربينه معايا. فين العربون؟ ما هي الحمد لله اهي. فين؟ طب معايا في الحفظ والسنه. ما تخافش عليهم يا ولا، محافظه لك على فلوسك يا ولا، ما تخافش. ماشي. وبعدين الفرحين اللي فاضلين هتكلمهم علشان يجوا يعربينه معايا انا برضه. ما تخافش على فلوسك معايا. بقول لك ياما، بقول لك ياما. نعم. ما كده ما رضيش ربنا. الصبح كبده ياما وليل الافراح لا ياما. انا عايز اتوب يا ربنا، توب عليا ياما بالكبده دي ياما. يا ولا يا ولا، البحر يحب الزياده يا ولا. بقول لك ايه، اصبر عليا بس كده يومين على ما ادبر لك حد يجي يقف على عربيه الكبده، وهو نبقى نقسم معاه. بس بشرط ياما العربون ده يفضل معايا. يا ولا لا. لا اعملي سندوتشين يا ابني. يا اختي قولي صباح ولا مسا ولا اي حاجه كده ولا كده. يا بقول لك يا ام سوك، انزلي من على ودان، انا مش فقال. هاتلي سلم يا ولا عشان انزل من على ودانها يا اخوك. الدنيا حلوه بتغنى اهي، والدنيا ربيع، والجو عبد السميع، احلى سندوتشين لاحلى كوريا. تغني معاك انت سوكا، معانا بتنوح. اعوذ بالله على قفله اليوم يا اخويا. ليه كفر للشر بس؟ محروقه سوكا، محروقه قوي. مش ههدى ولا ترتاح لي جدا لما اعرف مين اللي حرق محل البت جماليه دي. قاعده عندي وفي حمايه. يعني ايه يعني؟ هفي انا ولا كرودي عشان تتعلم عليا قدام مخليه ربنا كلها كده؟ يا اختي احمدي ربنا، احمدي ربنا ان ربنا ولع فيه بجاز اسود على دماغها. هو احنا كنا ناقصين شخلعه ومرقعه ومسخره قريبتك دي؟ يا اسطى العيال دي مش من هنا، العيال دي غرب. ما ينفعش حد يخش غريب حارق كوريا. ماشي يا فرحه امي يا سوك، برضك عايز اعرف هيكونوا مين يعني؟ مين اللي زقهم؟ مين اللي وزقهم؟ نفسي. صباح الخير على الغير. صباح الخير يا عم. طيب اخلع انا بقى سوك، بقى تلبقي بعدين. بقول لك يا اسطى عيب يا اسطى. يعني بعد رسالتي امبارح وبرضه ما بتردش الصباح. انا مستحملك لانك حبيبه صديقي. مين؟ انا ابو طالب. طالب خش خش في جوه. طيب اهلا وسهلا. سلام عليكم. خطوه عزيزه بهوات. الله الله الله، انت ايه كنت نايم ولا ايه؟ لا ابدا، نايم ايه، انا بس كنت مريح الشزلون شويه. يا عم بقى تلاقيك سهران طول الليل مع نجوان، وحشتك بقى نجوان.
نجوان مين؟ وسهران فين؟ ما سعادتك عارف ان نجوان بره مصر. انت هتستعبط يا جدع انت؟ ما نجوان رجعت وكلنا عارفين. لا بقول لك ايه، لم نفسك لعلقك على باب البيت تحت. اهدى مال يا حاج ابو نجوان، الباشمهندس طارق ما يقصدش، احنا جايين بس علشان نقابل الست نجوان ناخد منيها كلمتين ونتوكله على الله، ويا دار ما دخل الشر. بسيطه، الباشا يديني ال5 مليون لحلوح اللي اتفقنا عليهم، وانا اديكوا الورقه اللي فيها علوان نجوان في اليونان، وتروحوا تسالوها زي ما انتوا عايزين. لحلوح ايه واليوناني وكلام فارغ بتاعك انت؟ انا عارف مكان نجوان وهقوم اجيبها. اقعد هنا، البيوت لها حرمه. حرم. لو هوبت جوه هكسر رجلك. عيب يا راجل، احنا ضيوفك، ما قبوله تعمل معانا كده. طب اتفضلوا على الله من هنا بقى لحسن اصور فيها قتيل اللي لا لا انت اتجننت ولا ايه؟ يهبط منك جن لما يلخبطك. عيب يا باشمهندس. مش يلا السلام عليكم، توكل على الله. يلا توكل على الله. عيب. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة يا سيدي. مع السلامة. اتفضل. حاضر. أنا محترمك قدامهم عشان فيك شبه كبير من أمي. بالسلامة. إيه يا ابني؟ عرفوا منين إنك هنا؟ وأناش عرفني، يمكن عن طريق المطار أو عن طريق أي حد من معارفهم ما هم واصلين. بس أنا كده مش هينفع إن أنا أقعد هنا كتير. هتروحي فين؟ أنا معايا شوية فلوس. اروح اخد شقه مفروشه ولا اوضه في لوكاندا، اي حاجه بقى. هو انت معاكي فلوس؟ اخوكي اشفر ما بقتش قادر ادفع اجره البنسيون، ويرضيك انت بقى الست صاحبه البنسيون تقولي الصراحه راحه يا تعتع وانت ما بتدفعش؟ ده حتى ممكن تتفهم غلط. طب والعمل؟ هرجع اقعد عندك من تاني؟ ولا حتى دي تنفع. العيال وهدان ونس بيجوا يبيتوا عندي، ودي عيال كلاب، لما بنضرب حجرين ثلاثه سوا بيبصوا لنا بصات مش مظبوطه، ما بالك بقى لو انت بايته معانا. طب هعمل ايه بس؟ ده انا لو رجعت لسلومه هيقطعني حتت. وانت ايه اللي رجعت لسلومه؟ انت خلاص ما بقاش في بينك وبينه اي حاجه، مش من حقك اصلا ترجعي له. قفلتها في وشي يا طاعون؟ خلاص هارمي نفسي في النيل ده عشان ارتاح واريحك. يا ست الناس انا مش تعبان، انا بس قلبي واكلني عليكي، انت ست محترمه ومش حمل البهدله. اه والنعمه. طب هنعمل ايه؟ تاهت وبعتنا وراها عيال يجيبوها والحمد لله لقيناها. انت تشتغلي. اشتغل؟ وهو نعرف اشتغل حاجه؟ تعرفي الا تعرفي انت يا ستنوال مش عارفه قيمه نفسك ولا ايه؟ طب بس انت سيبيلي نفسك، وما كنتش ادخلك العرب جود تالنت ما بقاش انا تعبان. انتوا ايه؟ انت هرجوا صح؟ نهرج ازاي يا ساعه البي؟ احنا جايبين لك معلومات مهمه لقضيه هايدي اللي حضرتك ماسكها. حضرتك بنتك هي اللي مطلوبه وهربانه، وجايه تقول ان في واحده ما عليهاش اي حاجه وصلت مصر وعايزنا نروح احقق معاها. هو سعادتك لمؤاخذه مهمتك في الحياه انك تقبض على هايدي ولا تحقق العداله وترجع الفلوس المتهربه؟ يا سربيه احنا جايين نقدم لك خدمه، مش عاجباك تقول لنا شكرا، عاجباك تقول لنا برضو شكرا عشان احنا بنساعد البوليس. شكرا، اتفضلوا، احنا عارفين شغلنا كويس.